يعني سالي أولى فقراتنا لليوم رح نتناول فيها موضوع جدا مهم، يمكن يصير معنا، ممكن يصير مع حدا كتير قريب مننا. أكيد عم نحكي سالي عن الابتزاز العاطفي اللي هو فعلا من أخطر أنواع الابتزاز. بيلجأ أحد الأشخاص لنوع من التهديد أو حتى العقاب لشخص جدا قريب منه، ممكن يكون بخصه حدا من عائلته أو حتى بخصه من الناحية العاطفية. كتير من الأسئلة والاستفسارات رح تجاوبنا عنها الأخصائية النفسية غالية سعيد. لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي غالية. صباح الخير وصباح الرواء وصباح الجمال بوجودكم، وصباح كل السعادة لكل حدا عم يحضرنا يسعد موجود صباحك معنا. غالية. يسعد صباحك غالية، أكيد صباحنا حلو معك. يعني عم نحكي عن موضوع الابتزاز العاطفي عندما يصبح الشخص رهينة لشخص آخر. الابتزاز العاطفي كغيره من أنواع الابتزاز، ولكن بالعكس هو له أثر أكبر لأنه هو بيلامس جوات الشخص وعاطفته وقلبه. خلينا نحكي عنه هيك بشكل مبسط للمشاهدة. تمام يا عزيزتي، هلأ خلينا نبدأ بكلمة ابتزاز بالمصطلح بالمادة البيضاء بالمجتمع بالكلمات. لما حدا تسمع يقول لك أنه عم تبتزني يعني عم بيساومني، خلينا نفوت بمصطلح تعريفي أكثر، هو المساومة بالمشاعر والإحساس. يعني أنا عم ساومك مقابل مشاعر الحب، مشاعر الإخلاص، مشاعر التقديم اللي ممكن أنت تبادليني فيها كرمال أنك تعمل لي شيء أو تقدم لي شيء، أو آسفة على التعبير تكون أنت بخدمة المجال الإنساني اللي أنا بدي إياه. وهذا الشيء نحن للأسف، خليني أقول لك أنه الابتزاز العاطفي نحن عم بنعيشه بحيات يومية وطبيعية مع كل جوانب الحياة. يعني الابتزاز العاطفي أساساً ما بيصير تخيلي إلا بين علاقة، خليني أقول علاقة حب بين شخصين، هي علاقة حميمية، علاقة تربطهم قوية. يعني تخيلي أنه ممكن يصير بين الأم وبنتها، بين الإخوة، بين الزوج والزوجة، بين صديقين كتير قراب من بعض. شوفي هذا المثال الثاني كيف يلي بيصير. إذا بتعمل هيك أنا ممكن أروح معك، إذا بتساوي لي هيك في مشكلة، يمكن بلا شعور غالية تمام. هي كلمات نحن عم نعملها، إذا أنت بتعمل لي هيك أنا ممكن أعمل لك هيك، طيب أنا ما ساويت لك هيك، يلا وين المقابل اللي بدك تعمل لي إياه؟ فهي أحد الأشكال اللي ممكن نحكيها. وفي أنواع تانية يمكن نحن كمان حتى نستعملها، انت السبب يلي صار لي، تعرف انه بالعامي بيقول اخطيتي برقبتك، انا اذا صار لي شيء انت السبب اللي رح تحمل عني هاي القصه، انا ما رح اسامحك كل حياتي شو ما عملت لي، اصلا انا رسبت بالمدرسه لانه انت ما كنت معي، واصلا انا بعرف حالي انه انا ما عملت هيك لانك انت ما دعمتني ووقفت جنبي. فتخيلي هدول الكلمات لما انا عم وجههم او عم بتوجهي لي اياهم قد ايه ممكن يعملوا لي حاله من الخوف ومن القلق، انه معقول انا اكون سبب فشل او عدم نجاح هذا الانسان بالحياه. فأنا قديش وصلني فكرة أنه أنا حدا سيء، أنا حدا ما قدرت أقدم شيء، أنا حدا ما قدرت أعمل شيء، وقدي الشخص اللي عم يعمل الابتزاز أضطرني ضمن الدائرة الخاصة تبعه وحطني ضمن الممتلكات الخاصة تبعه، أنه أنا أصير رهن لمشاعره واحتياجاته النفسية فقط لا غير. يعني غالية ممكن يكون في سؤال بيخطر على بالنا، أنه لما يعني نضيق شوي المثال بين الأم وابنها أو الأم وبنتها، لما بتقلها إذا عملتي هيك فممكن أنا أعمل لك هيك بالمقابل. تمام. في مبدأ كمان الثواب، في ثواب وفي عقاب، كيف بدنا نفرق بين الابتزاز وبين الثواب والعقاب؟ تمام يا عزيزتي، كتير السؤال حلو. للأسف الأمهات بتعمل بطريقة بدون دراية بدون معرفة، بتأخذ من باب الحب ومن باب أني أنا عم أعمل ثواب أو شيء. شوفي كيف بتلعب معه هذا، لأنه أنا كتير ببتز ابني مش هيك بيعمل. لو ماما إذا أنت جبت علامات عالية فأنا ممكن أجيب لك هاي الهدية. هلأ هي مساومة بالمشاعر، أنه أنا عم ببتزك بس بطريقة أنت مالك قاصدة فيها أنه تكون هي طريقة سلبية ولا قصد التملك، أنت قاصدة فيها التحفيز والثواب. ولكن يلي بيصير أنه هذا الطفل كونك أنت قديسة بالنسبة له، راعي رسمية للعاطفة اللي موجودة عنده، فممكن يرجع يعمل معك نفس الأسلوب بطريقة ما، بس كونك أنت كبيرة وعندك محاكمة عقلية رح تاخذي أنه هذا الطفل عم يبتزك أو عم يحاول يجاكرك أو عم يحاول، فأنت طلبتي منه طلب مقابل طلب، فهو بده يعملك يعني مساومة، فبيرجع هو بيطلب منك بنفس الطريقة، إما بيبكي إذا بده منك شيء وما لبيتي فبيحاول يدخل بنوبة البكاء الشديدة لأنه أنت طلبتي منه، فهو عم يعاملك بنفس الطريقة، أو بيحاول يعمل حركات الارتدادية أنه أنا هلأ بدي، وبيعمل هاي الحركات وبيصير بخبط بإيديه وبرجلي هلأ بدي عملي لي هيك لساوي لك هيك، لأنه من البداية نحن اتبعنا معه هاي الفكرة. هلأ كيف بدخل معه بثواب وعقاب قبل ما فوت معه بابتزاز عاطفي؟ الثواب ما بده يجي بشرط،
انه اذا عملت هيك بعمل لك هيك، لانه صار في مساومه هون. خليه يعمل التصرف الجيد وما يخطر بباله انه انا ممكن الماما تأسيبني عليه او تعمل لي شيء حلو. صح. خلي الشيء الحلو لحاله يجي، انه ما يكون في مساومه. والتحفيز غاليه، تمام. هلا التحفيز بيكون عن طريق انه انت شوفي عندك اشياء ممكن تعملها، انت بده يقول لك يعدد لك انه انا بقدر اعمل هيك بقدر اعمل هيك. طب اثبت لحالك هذا الشيء، ما تحطي حالك دائما انه انا فكره اساسيه عم بتدور الرضا انه حولي انا كوني ام او كوني بعلاقه او كوني باي شيء، انه انت ارجيني شو ممكن تقدر تعمل بهالحاله. انت عم بتحفزي المكانات او الاشياء الموجوده داخليا لحتى هو يطلع. اما مجرد ما عملنا وحده بوحده بيرجع بيعملنا بنفس الطريقه وحده بوحده، نفس السلاح. تمام، نفس السلاح. حلو الحديث. يمكن احنا بالبدايه نوهنا انه الابتزاز العاطفي ما بيصير غير باثنين قريبين من بعض، طبعا بيكون بيناتهم علاقه قويه، علاقه حميميه، بحبوا بعض كثير، ويمكن احيانا هو كوسيله احيانا ما بيحسوا على حالهم وقت يبتزوا عاطفيا مثل ما انت حكيتي غاليه، ولكن احيانا الموضوع بيوصل لانهيار عصبي للطرف الآخر، بيصلوا لهي المرحلة من شدة الحب أحياناً طبعاً. والتعلق بالشخص بيوصلوا لهي المرحلة. كيف هيك فينا شوي نتدارك أنه حرام، يعني أنه مثل مثلاً الولد بيضل يبكي 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 نهار ليفقع لأمه تعمل له شيء يلي هو بده إياه، وهو أحياناً ما بيقدر يكون يعني بالنهاية الطفل ما رح يكون قادر انه يعمل الشيء اللي بده اياه امه بالحذافير. خلينا نحكي شوي قديش الام لازم تراعي هذا الشيء. تمام يا عزيزتي، خلينا نبدا اول شيء بتصرفاتي انا كأم، كيف انا ما ادخل بمرحلة الابتزاز العاطفي. شوفي هذا المثال اللي بنعمله، اذا بتعطيني بوسه كثير كبيره انا ممكن اعمل لك اكله طيبه. تخيلي حتى بابسط الاشياء نحن عم نعملها مساومه. هلا هو لا يفقه انه انت من باب الموده او من باب الحب او انت ما عم تبتزي، بس صارت عنده قاعده اعطيني لعطيك، اعمل لي لساوي لك. فينك دائما اذا حتى ما تدخلي بهذا المجال معه، لما بتطلبي منه شيء يعني بدك منه شيء لا تحطي مقابله هذا الشيء. انا بدي منك هيك بدون ما بدي مقابل، لانه بده يطلع فيك عم يطر فيه منه مقابل، انا ما بدي منك هذا المقابل، اعمل لي هيك وانا ما بدي منك اي شيء. هي شغله واحده. الشغله الثانيه، لما انا بدي اتعامل مع اي انسان ما اقول له انا عملت لك هيك لانه انا بتوقع منك هيك. هلا كلمه انا بتوقع منك هيك معناتها حطيتي لي انت اولويات او اشياء او متطلبات يمكن انا ما اقدر اعمل لك اياهم. بهالحاله انت مسكتيني من الجانب العاطفي، خاصه اذا كانت علاقتي فيك علاقه ود ومحبه. تخيلي انت تطلبي مني شيء، انا عملت لك هيك شيء بس انا عم بستنى او عم تلمحي لي باشارات خفيه انه انا بدي منك هيك، بس يمكن انا قدراتي وامكاناتي ما تقدر تلبي لك الحاجه اللي انت بدك اياها. فتخيلي السوداويه اللي دخلتيني فيها وشعور الفشل انه انا ما قدرت لبي لك هي الحاجه اللي انت بدك اياها، فانا ما عم بقدر اني اكون عند حسن ظن هذا الموضوع او هذا الانسان اللي طلبه مني. فلما بدنا نطلب اي شيء مقرون بالعاطفه رجاء ما نحط المقابل، انا ما بدي منك شيء، انا بحبك لهيك، انا عم بعمل لك هاي الخدمه بدون ولا اي مقابل. يعني ما نحسس الشخص اللي قدامنا طفل كبير اب زوج صديق انه انا عم بعمل هيك ومتوقع او بدي منك هيك، ولا نحسسه انه انت حدا اذا انت ما عملت لي هيك انت سبب الدمار تبعي. نعم. انا بدونك ممكن ما بعرف شو اللي يصير. طبعا هي اكثر شيء بيعملوه بالعلاقات العاطفيه، اذا بتتركني يمكن انا موت، يمكن الاكسجين تبعي ينقطع. هو لا بيموت ولا الاكسجين تبعه أكيد. بس بتحمله دائما اليه الذنب انه انا شو بيصير لي انت السبب، انت اللي دمرتني، انت اللي خليتني اخسر حالي، انت السبب انت السبب. ما بتتخيلي هذا الابتزاز قديش ممكن يوصلك لمرحله فعلا انه خلاص انه انا ما عاد اقدر اعمل شيء. بينحصر بالزاويه هذا الشخص وبيصير فعلا بيقولوا لك بالعامي انه تربطت ايديه ومشاعره تربطت انه انا ما عاد اقدر اعمل شيء. صار كل جل حياته انه يرضي هذا الشخص اللي عم يكون ماده لذيذه بالنسبه له. يعني وجبه غنيه ليتغذى عليه فقط. غاليه ما فينا ننكر انه احنا كثير في اشخاص فعلا غاليين على قلوبنا، ان كانوا اصدقاء عائله والى اخره. اليوم كيف فينا نحافظ على هي العلاقات بطريقه ايجابيه انسانيه، نحسن حالنا من الابتزاز العاطفي مع اي شخص كان؟ تمام يا عزيزتي، كتير حلوة الفكرة اللي أضغطي عليها. أهم شيء أي شيء أو أي حدا بده يحاول يعمل لك ابتزاز عاطفي هو داخل لعندك من نقطة كتير حساسة، الحب والعلاقة الودية اللي بيني وبينك. نتعلم كلمة نقول لأ. لما أنا بقول لأ لهذا الشخص اللي عم بمارس علي الابتزاز، فيما بعد لما هلأ نحن وضحنا شوي عنه يمكن كل حدا حيرجع بباله وحيلاقي أنه أنا فعلا شخص مبتز وفي كتير ناس عم تبتزني عاطفيا. كلمة لأ مو معناها أنه أنا بكرهك، أنا بحبك
بس ما بحب التصرف اللي عم بتعاملني فيه. نوضح انه انا ايمتى بقدر كلمة لا. غالبا الاشخاص ايمتى بتحاول تتمادى على حدودنا وعلاقاتنا الخاصة؟ لما بتشوفنا انه حدا نحن زيادة عن اللزوم طيب، حدا زيادة عن اللزوم مساير، حدا بالعامي بيعمل كل شيء لحتى يرضيني. يعني انا كلمتي ما بتصير عنده تنتين، فخلينا نعرف ايمتى نقول كلمة لا. كلمة لا مو تفسيرة انه انا بكرهك او انا ما عاد بدي اياك، في حدود. كلمة لا انه انا الي مملكتي الخاصة، الي معتقداتي وافكاري وارائي، انت مرحب فيك ولكن بمكان انا بعطيك اياه، مو انت بتتمدد فيه بتكون موجود وبتسيطر علي. هاي الاشياء الشيء الواحد. شيء ثاني بنكون انه انا حدد اولوياتي بالحياة. دائما الشخص المبهم يلي ماشي بدون هدف وبدون وسيلة وبدون اولويات، يعني انا ما بعرف انت شو اولوياتك بالحياة، ما بعرف شو المسموح عندك وشو الممنوع، شو بقدر، كيف بقدر حاكيكي او ما بقدر. فحددي اولوياتك بالحياة فالعالم ما بتقدر تتمادى عليك. دائما بيكون عندك اسوار عالية، اسوارك العالية ما حدا بيقدر يتجاوزها بسهولة، بيكون في عنده اشارات استفهام، صعوبات كيف بدي ادخل لهذا الانسان، فما عاد فيني افرض رأيي عليك. الطريقة الثالثة واللي هي الاهم، اعرف انا كيف بدي انشر عاطفتي، لمين بدي اعطيها. مو كل شخص دخل على حياتي صار مسموح فيها انه يعمل هي الرد النفسي كل شوي لانك بتحبني. انا بعرف انك بتحبني، شوفي الكلمات قد بتبتزك، لانك بتحبني رح تعمل لي هيك. طب شو السبب اللي انا شو اللي مخليني اضطر اعمل لك هيك؟ لانك بتحبيني، مستحيل تتخلي عني، انا رشيقتك الوحيده. معقول يا سالي؟ مو انا رشيقتك، مو انا حبيبتك، هي احد الاساليب من معقول تعملي فيني هيك؟ هي تطلع فيني لا خلص شو بدي اعمل، بس يمكن عم تعمل شيء من جوا ما انا راضيه، بس كوني انا عم بستغل عاطفتها وانا عم بستغل علاقتي فيها فعم بعمل لها ابتزاز عاطفي. فبالمجمل حدد اولوياتك. كلمه لا مو معناها انه انا بكرهك، بس انا بكره ما انا رافض التصرف اللي عم تعمله معي. لازم انا اعرف مين، حدد علاقاتي مع الاخرين. ممكن حدا قال لي مرحبا صار صديقي، ممكن حدا قال لي بحبك صار علاقته خاصه فيني. اكيد في كثير ناس بتلبس صحيح. كذا وجه بكل دقيقه وبكل صحيح. ساعه صحيح، وخاصه انه ما نصدق كمان أي كلمه جميله بتنقال، بالعكس نتقبلها بضحكه بابتسامه، ولكن خلينا نحن شوي يكون في عنا حاجز بيننا وبين حالنا تجاه الشخص حتى نعرف انه هذا الشخص 100%. الامتلاك قديش وقت الشخص يحس حاله امتلك الشخص، مثل الزوجين، صارت مرتي صارت زوجتي، يا سلام. هي هون في مو ابتزازك بيكون بشكل اكبر للزوجه، خلينا نقول كونها هي خلص تسلمت ما بقى فيها تعمل شيء. طبعا خلينا نحكي عن الابتزاز بين الزوجين. طبعا هذا الموضوع كثير مهم، وللمجمل دائما بياخذوا على نظره الامراه انه هي اللي بتكون الضحيه بهذا الموضوع، ولكن في جانب خلينا نقول هو كثير شوي ما مضاء عليه انه الرجل كمان بيكون ضحيه الابتزاز العاطفي خاصه بالعلاقات الزوجيه. يعني ممكن تقول له خاصه اذا هي الامراه بتعرف انه هذا الرجل متعلق فيها جدا وبيحبها بشكل كثير كبير، فكل شوي بتقول له انا ماشيه وتاركه البيت، اذا ما بتعمل لي هيك انا راجعه على بيت اهلي. فهدول الكلمات تضطروا احيانا انه هو ياخذ موقف يمكن ما بيناسب القرارات العقليه اللي موجوده معهم او ما بيناسب نظام الاسره اللي انا ماشي عليه، بس هاي الكلمات كونها هي بتعرف انه هو ماسكته من عاطفته بيحبني ما بيقدر يعمل هيك. لما بتساليها ليشك عم تعملي؟ لانه ما له حدا غيري، انا بعرف شو عم بعمل معه. بتخيلي هذا الاسلوب قد ايه بتحسي انه انت كحدا حيادي بتحسي انه يعني بتستفزك وهي عم تحكي هذا الكلام. بالمقابل خلينا نروح على الجانب الاكبر يلي هي الامراه اللي بتكون ضحيه هذا الابتزاز اللي بيكون موجود، يلي وصلوا مثلا احيانا لمرحله الخناق، اذا بتطلعي برات البيت ما عاد لك رجعه عليه. اذا حدا بيدرب المشاكل اللي موجوده بيناتنا او بتطلبي استشاره من حدا، توقعي انه العلاقه بيني وبينك انتهت. اذا ممكن تطلبي الطلاق او تفكري تنفصلي عني، اولادك ما راح تشوفيهم. هي احد الانواع الابتزازات اللي بتصير على عالم النساء، ما بتتخيلوا فعلا الشرخ النفسي والوجع يلي بيصير جوا انه انا كوني مرتبطه بهذا الشخص ضمن رباط مقدس، كيف عم يبتزني كل شوي، كيف عم بيحاول خليني اقول لك انه يتغذى على عاطفتي اللي موجوده ويحقق رغباته والاشياء يلي هو بده اياها، او هي الامراه الاشياء يلي بدها اياها عن طريق بس كلمه بيحبني ما بيقدر يتخلى عني، او بتحبني ما فيها تتخلى عني. فدائما الشخص اللي عم بيمارس علينا هذا هو على فكره من اصعب انواع العنف النفسي اللي ممكن يصير. الشخص اللي عم بيصير معه او اللي عم بيصير عليه الابتزاز العاطفي، جربي شوفيه هو قاعد لحاله شوي، تحسيه فعلا انسان هيك مثقل بالهموم، كتافه نازله، بيقول لك انا منهك عاطفيا.
يعني فعلا انا تعبان. نعم. بيقول لك عن جد انا حاسس انه قلبي ما عاد يعطي، تعبت. نعم. لسه العالم بتطلب وبتطلب وبتطلب وما حدا بيساله انه انت. طيب غاليه، هون قد ايه وظيفه الشخص اول شيء يكون في ثقه مطلقه او ثقه كثير كبيره بنفسه، وحتى يكون عنده حدود، قادر مثل ما قلتي قبل شوي انه يقول لا، ثقه بالنفس، يكون مشبع عاطفيا، من البذره الاولى من عائلته تكون تمام. فعلا في اشباع عاطفي من الحنان الاحترام الحب. تمام يا عزيزتي، بأول مجمل وبأول فكرة أساسية دائما كونك أنت تقدس نفسك بأنك فرصة واحدة وما بتتكرر، فهذا أول سبب لحتى يرفع لك مستوى الثقة اللي موجود عندك، وأنه أنا ما بسمح لحدا مين ما كان يكون يبتزني عاطفيا. أنت داخل ضمن نطاق العاطفي أهلا وسهلا، أنت موجود شريك، صديق، زوج، علاقة أسرية، أهلا وسهلا. نعم. بس أنا كوني عم قدس نفسي أني أنا إنسان ومعجزة ما بتكرر مرة تانية، فهذا بحد ذاته بيبعت إشارات خفية للشخص اللي قدامي ندير بالك أنا ماني شخص لقمة سهلة أنك تبلعه بكل بساطة أو تحاول أنك تتجاوز حدوده معه، فهذا كتير شيء مهم. أهم فكرة أنك تعرف قيمة نفسك، بس تعرف قيمة نفسك ما تصير السلعة الرخيصة اللي عم تنعرض للآخرين. نحن ليه بنسمح للآخرين يعملوا لنا ابتزاز نفسي؟ لأن أنا من جوا ما بكون بعرف بقدر حالي، أنا ما بعرف أنه حدا يمكن إنسان ناجح، ما بعرف انه انا حدا يمكن ما بيتكرر مره ثانيه، يمكن انا بعرف ما حدا ما عنده امكانات بيقدر يقدمها، فلذلك بحاول اني اتقرب من الاخرين، افتح لهم المجالات ليكونوا ضمن النطاق الخاص، ليدعموني يعني بشكل اكبر، او يحسسوني بالمكانه الاجتماعيه اللي انا مفتقره اليها. فكل من كان تعاملك مع نفسك وحديثك الذاتي وايمانك بانك انت بحد ذاتك فرصة ما بتتكرر كل شوي، أو حدا ما في حدا بيشبه حدا بالكرة الأرضية أبداً، فبهذا الحالة كتير بترفع من مستويات الثقة والدعم النفسي الذاتي اللي موجود عندك، بتصير فعلاً بتقدر تقول لأشخاص لا. في ناس بتخاف تقول لا، لك بخاف يتركني، بخاف يبعد عني، إذا راح شو بعمل بحياتي أنا، مين يمكن يحاكيني، مين يمكن يسأل عني، حتى مو بس على مبدأ علاقة عاطفية، حتى الرفقات صحيح. لك أنا ما فيني إذا رفيقتي تركيني، هي بروح معها بقعد معها مشاويري سوا قعداتنا سوا، فتخيل أنه أنا ما عندي ثقة أن أنا ممكن استقطب حدا تاني من برا، فبحافظ عليها وبعرف أنها عم تستهلك. نعم. يعني موضوع جدا جميل وواسع، بحر واسع إذا بدنا نحكي فيه يطول الحديث. يمكن الثقة بالنفس هي مهمة، حب الذات مهم طبعاً. والحياة مستمرة وما بتوقف عند حدا. بدنا نتشكر وجودك معنا، نتشكر المعلومات اللي قدمتي لنا اياها غالية، ان شاء الله بيكون لنا وقفات تانية بمواضيع تانية. شكرا لك. شكرا لكم ويسعد صباحكم يا رب. بدي اقول لك مرة تانية غالية، غالية شكرا كثير لك، وبنتمنى دائما ان احنا نصادف الناس الطيبين الصادقين من جوا، يبادلونا نفس الاحساس ويبادلونا فعلا نفس الطيبة والمحبة بعيدا عن الابتزاز العاطفي. ان شاء الله يا رب، يسعد صباحكم واوقاتكم كلها، تم كل اللي بالحب. شكرا لك.